وللمزيد حول مشروع قرار إدانة إيران بخرق حظر الأسلحة إلى اليمن، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من القاهرة الكاتب والباحث السياسي عبد الله إسماعيل. سيد عبد الله، مساء الخير. وفي ظل التحرك الأخير لمجلس الأمن الدولي وما رافقه من إدانات دولية، في رأيك كيف ترى أهمية ذلك لكبح جماح إيران في المنطقة والعالم؟ يعني بالتأكيد نحن أمام ربما تغير في المزاج الدولي في إطار ما قدم خلال الفترة الماضية من إثباتات ومن حقائق دامغة على التدخل الإيراني السافر في اليمن، وأيضا إشعالها للمنطقة ومساهمتها في الإرهاب في المنطقة. وبالتالي نحن في كل الأحوال لا نتحدث عن فقط أن يكون هنالك قرارات، هنالك قرارات تدين إيران، وهنالك قرارات تمنع إيران من أن تزود الحوثيين بالأسلحة، ولكنها مستمرة. الأهم من ذلك أن يكون هنالك قناعة لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إجراءات حقيقية تصب في صالح الضغط على إيران ومنعها من الاستمرار في هذا الخط الذي يبدو أنه لا يستهدف فقط المنطقة ولكنه يشكل تهديدا عالميا. بالتأكيد هذه التحركات مهمة، إصدار قرار يعني تكون فيه إيران واضحة بشكل مباشر أمر مهم، لكن الأهم أيضا أن تكون هنالك إرادة واتفاق جمعي دولي على الضغط على إيران. نعم، في حال أن هذه الضغوط أفلحت بإقرار مشروع القرار لإدانة إيران، ما الذي نتوقعه من مجلس الأمن؟ مزيد من العقوبات مثلا أم في سياق آخر ممكن؟ يعني ما نتوقعه وما نتمناه وما نرجو أن يكون هنالك بالفعل خطوات حقيقية وعملية في اتجاه الضغط على إيران. إيران هي أس المشكلة الآن في المنطقة، وهي سبب لكثير من الإشكالات، وهي داعمة لهذه الإشكالات. وبالتالي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في اتجاه تنفيذ هذه القرارات وإصدار قرارات واضحة وإجراءات واضحة تؤدي إلى كبح جماح إيران، وليس إرسال رسائل للأسف كانت في الفترة الماضية ربما شجعت إيران على المضي في هذا الخط. أنا أتصور هنالك إلى حد كبير الآن في هذه اللحظة يعني قناعة دولية بهذه الخطورة، بهذا التدخل الذي أصبح مفتوحا وسمجا، وبالتالي نتوقع أن يكون هنالك إجراءات أكثر، إجراءات أقوى، وهذا ما نأمله ونتمناه. نعم، بالتأكيد من القاهرة الكاتب والباحث السياسي عبد الله إسماعيل، شكرا جزيلا لك.